نفتتح فعالية المؤتمر الشعري الأول سجل صوت صوت أكلم خالد تنمية القروية جماعة الغدور خميسة. والمنظم هذه السنة تحت شعار إقلاع حقيقي باسم جميع أعضاء الجمعية. نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا الملتقى الشعري الأول، كما نتقدم بالشكر والامتنان لجماعة الغندور وكذا الدرك الملكي بالخميسات والقوات المساعدة على المساهمة الفعالة في إنجاح هذا العرس الأمازيغي. وحتى لا تفوتنا الفرصة نتقدم بالشكر الجزيل لمجموعة ثمون ثصفان في شخص رئيسها الحسن بولهوال الملقب بأحداث، فليتفضل مشكورا. السلطة المحلية، السلطة المحلية. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسي خان سيوس مازيغ ما نسيوس تعرف امازيغ تمازيغ واكم زكارو لانتمي واكم زكارو لانتمي ميرشيغان شيغان تبسمونت تبسمونت في البقاد التنمية القروية برئاسة السي عزيز أعبي. وكنشكر جميع الأعضاء أخي الدمن أكرواد أكدود الخثار تبارك الله. يعني يجي العرس كمنا بكا قلنا الأخ محمد على العرس إنه عرس أمازيغي بالضبط. ديت سامح مشاورة الطولخ نيا يفوز كفوز كثامون في النصف النواب ذاني بيبان معاونا قديم دوكا النخي عزين اغاني اغرواد امازيغ لان ما كيتسينم تمازيغ لا خسرو كي دم لا خسرو دوك العروق. كما سامح لي الشاب كما سامح لي الشاب راه يهمني شاو يواليون شاو يواليون سوف الرادي واخا يسامح لنا شاو لي خير الشاب لا والو ولكن اللي غادي نضبخ شاو يواليون تسامح ما اكيد نخا بسم الله جان زور اسم شاربي اكيني خا بسم الله الزان زور سنت ربي شكاي دراجا شكاي مي صدر خا دايم وري فنون اجات سموت يخز كويلان وجاب يرني ناتينيخ هذا ونيني مرحبا يا قدو امكدي وكان غرسا جموع هذا ونيني مرحبا يا مكدي وكان غرسا جموع. الحمد لله ورضا خي خصك المزير تنبوز مور الحمد لله ورضا خي خصك المزير تنبوز مور لا نطلب هذا يتيساني لين يحيد سيلين هنا هاش المحبين هانين الشاب نويد داير الزنوان مالك هنا يايث الثقافة زاد يخفان معاوان مالك هنا يايث الثقافة زاد يخفان مفكار ريخا معاوان ريخا متفق أذان خيمون الراي مش عاجل يوم التوب أترح مالا شيخ أترح مالا شيخ أرد الأسفل إذا تغوري أترح هذا الشيخ عمر ينشاد من خخثر الخميسات شكلت ولا وكري ولا عزيز عسكري خاص يعقولين عمود اكون ادي عفر وجدي داير انا سالي هو الماس اشخيش مالي لا شخيش ولكن الوقت وري خير الشاده شخيش ولا ذا تصر في مباحل اشخيش وقت وري خير كينا الشاد ولا ذا تصر في مباحل اول حميدو تياكي سناكي ادي غدا نحن نتيسين ربي يامي قار خدي شفاك اللي ديس على الشانين امين امين ربي يا مقر خذي شفاك اللي ديس على الشان ربي يا مقر خذي نصرك اللي ديس على الشان محمد السادس ذات سنان محمد السادس ذات سنان زقوم بحذا خرذلا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مباشره غير شاب اخرج شو والو جديد شو والو قرار والسلام عليكم اذا قلت لي بس السباك مرحبا بالشادة ديالنا كاملين ومرحبا بالجمهور وفرجة ممتعة إن شاء الله. قرب شوية قرب أقرب شوية الميكرو صوت صوت الجمعية ميت البقال عاد غير ست شهور تبارك الله في آخر إسلام العرس الأمازيغي وفي أوريين الجمعية إلى ندير الخميسات 15 سنة أو 20 سنة لا وقيلة شي 30 جمعية ثقافية قبل ندير الخميسات ولو أن ولو جمعية واحدة ولو جمعية يوش فيها نشاطها السنجة الجاية الله يرحم الوالدين والله يرحم الوالدين ما كاوزنيش الجمعية اللي هي قناة التنمية القروية نفكر شتي اتيشان تكريم رمزي
يبعد الوجوه وشان الشعر الامازيغي كندير الخميسات وشان الشيء انقران. يونور ياز زميد نكر لين زيان لين تسمع لا تحب الشعر لا خيتك يجمعا. اني لي عمي حمادي وعلال انت اخي بلانتين الشابري. تغرف عمي حمادي وعلال هذه الدوم خمسة الهدية الرمزية التقديرية استقدم الرئيس الجمعية السي عزيز وعبي هذه تفضل. لا خيتاوي عمي حمادي ديما لا خيتاوي عمي بزاف الاطلس لا خيتاوي الخدينا رباتي شافاي سزيفة في العمر. عزيز عزيز ادور هنا حسين ادور هنا عزيز اجي السي محمد علان الولد ديالو العائله ديالو يتصوروا معاه كاملين. عزيز ادور هنا عزيز عزيز قبل غير عمي حمادي استاهل استاهل كثر وكثر وكثر عمي حمادي أباريخ دوكال شكرا. سمول ليت البقال والشعراء والفنانين اللي حضروا معنا اليوم الشكر موصول للسلطة المحلية أعوان السلطة والدرك الملكي وكاع الناس اللي ساهموا من قريب أو بعيد. وكما جرت العادة الآن سنتلو على مسامعكم بقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة نهاية فعاليات ملتقى الشعر الأول بجماعة الغندور بالخميسات المنظم هذه السنة تحت شعار إقلاع حقيقي بالتنمية الثقافية بالخميسات. السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته وتعالى وبركاته. بمناسبة نهاية فعاليات ملتقى الشعر الأول بجماعة الغندور بالخميسات يتشرف خادم أعتابكم الشريفة السيد عزيز أعبي رئيس الجمعية بأن يرفع إلى المقام العالي بالله أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء الجمعية برقية ولاء وإخلاص راجيا من الله عز وجل أن يزيد في رفع مقامكم العالي بالله وأن يجعل منكم نموذجا حكيما لخدمة الإنسانية والسلم في العالم أجمع. كما أطلب من الله العلي القدير أن يطيل في عمر مولاي صاحب الجلالة نصره الله وأن يحفظ الأمير الجليل ولي العهد مولاي الحسن والأمير جليل مولاي رشيد وباقي الأسرة العلوية الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام على مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة والمهابة حرر بالخميسات في 18 يونيو 2022 بإمضاء خادم الأعتاب الشريفة عزيز أعبي رئيس جمعية آية البقالي للتنمية القروية وشكرا لكم جميعا.